يلا بينا اقول لكم ازاي انا عملت الكنافه التحفه قوي دي، كنافه بالقشطه. يلا بينا اقول لكم على المقادير بتاعتها، اسهل طريقه وابسط طريقه. مطبخ الهنا معاكم، يلا نسمي بسم الله ونعملها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد حلو جدا، هنعمل فيه كنافه بالقشطه. تمام، انا جبت نص كيلو كنافه وحطيته في الفريزر عشان يجمد، بعدين اقطعه كده بالمقص كده قطع صغيره كده. تمام، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. انتوا ممكن تحطوه في الكبه. تمام، اهو الطريقه دي، شايفين قطع صغيره كده. ممكن تحطوه في الكبه برضو، بس لازم برضو عشان تحطوه في الكبه تقطعوه برضو حتت صغيره كده، عشان الكبه مش هتفرمه طول ما هو كده، عشان دي عجينه طريه، الكبه مش هتفرمها كويس برضو. تمام، فانتوا لو عايزين تحطوه في الكبه برضو حطوه، يبقى ناعم اكتر واكتر. تمام، هقول لكم هنعمل فيها ايه. كنافه بالقشطه. مطبخ الهنا معاكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود عليكم الايام بخير يا رب. اهو بالطريقه دي كده. دلوقتي انا حطيت هنا كوبايه ونص لبن على النار من غير اي حاجه خالص. تمام، ومعانا هنا الكوبايه دي اهي فيها معلقتين نشا، دوبتهم بميه بارده. تمام، ميه ساقعه من الحنفيه. تمام، اللبن مقرب يغلي. دول كوبايتين حليب. اهو هنعمل بقى القشطه اللي هنعمل بيها الكنافه. تمام، نحطهم كده اهو، نسمي كده بسم الله، نقلب. تمام، نفضل نقلب. ومعانا هنا قشطه بلدي اهي، قشطه بلدي اهي. تمام، بس مش هحطها دلوقتي، هحطها يعني لما تبرد بقى، لما تبرد المهلبيه دي. تمام، احنا كده هنعمل ميكس بين القشطه والمهلبيه. تمام، وما حطيتش سكر ولا اي حاجه، كده كده الكنافه هتنزل على الحاجات دي هتخليها مسكره. لو عايزين تحط سكر حطوا، بصوا قربت تتقل اهي، شايفين قربت تبقى لها قوام اهي. يعني لو عايزين تحطوا سكر حطوا براحتكم. تمام، في ناس بتعمل بيها الكنافه كده بس من غير اي قشطه ولا حاجه، بيسموها القشطه الكذابه، بس انا هحط عليها فعلا قشطه، انا جايبه قشطه بلدي اهي. تمام، بس مش هحطها دلوقتي لما تبرد دي شويه. انا كده هقفل عليها خلاص. بصوا القوامه بقى حلوه، شايفين شايفين القوام. ممكن نحط لها نقطه فانيليا، انا عندي فانيليا سايله اهي، بس هقفل عليها خلاص البوتاجاز الاول. نقطه فانيليا سايله اهي، نقطتين. يلا ان شاء الله ما حد حوش. لما تبرد بقى احط عليها القشطه البلدي، سيبها بقى تبرد بقى ونروح نعمل صينية الكنافه. يلا بينا. دلوقتي خلاص كده انا قطعت الكنافه بالمقص اهي، ما عملتهاش في الكبه ولا حاجه، زي ما انتم شايفين بقت ناعمه اهي. تمام، جبت كوبايه سمنه اهي، سيحتها سيحتها على البوتاجاز اهي، سمي كده بسم الله. نقلب بقى الكنافه دي عشان تتغلف بايه، بالسمنه. تمام، نغلفها كده بالسمنه. عايزين تحطوا سمنه تاني حطوا، بس انا مش بحب السمنه بصراحه كتيره يعني. تمام، نفضل نقلبها كده كويس لحد ما ايه تتغلف بالسمنه. طبعا مش هقول لكم يعني، انتوا اكيد عارفين. نفضل نبست كده، ده كده اسمه بس. اهي كوبايه سمنه حلوه قوي على نص كيلو، اكتر من كده لا. تمام، اهي الطريقه دي كده. نفضل نبس كده، نبس عشان ايه تتغلف بالسمنه. وعملنا القشطه وسايبينها تبرد. تمام،
عملناها، عملنا مهلبية بعدين هنحط عليها قشطة بلدي. ممكن تعملوها بمهلبية بس، ممكن تعملوها بقشطة بس، انا عاملة ميكس ما بين الاتنين قشطة ومهلبية. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. نجيب بقى الصينية اهي اللي هنعمل فيها مع 27. حلوة الصينية دي، نسمي بقى بسم الله كده، ودهناها سمنة. تمام، دهناها سمنة بالطريقة دي كده، اسهل طريقة وابسط طريقة. مطبخ الهنا معاكم. انا عايزة بقى اعمل لها حروف كده بالجناب علشان ايه القشطة ايه متجيش في الجناب. حط بس الحتة دي كده ايه تحت الصينية كده، مش على الصوت ده. الطريقة دي كده تضغطوا، الضغطة دي مهمة جدا، تعملوا لها حروف لفوق كده كأنكم بتعملوا بيتزا. عشان القشطة، ما مش عايزين القشطة تخرج من الكنافة وتتحرق وتعمل ريحة وحشة في الفرن. دي حتة كنافة كانت محمرة كده شوية، فانا مش عجباني صراحة. اي حاجة انتم مش عاجباكوا شيلوها، مش هقول لكم يعني. ده نص كيلو هيعمل لي صينية حلوة قوي. اسهل طريقة وابسط طريقة، الضغطة دي مهمة جدا عشان تبقوا عارفين. هي في حتة تانية محمرة اهي برضو، كنافة متحمرة. شيل بقى الحتة، وادي كده ايه المهلبية اللي احنا عملناها، يعني بردت شوية بس مش قوي. هنجيب القشطة اهي البلدي، قشطة بلدي اهي، نسمي كده بسم الله. ننزل بقى هنا كده ايه حتة قشطة حلوة كده اهي، حلوة قوي دي كده. تمام، طبعا هي كانت في الفريزر فمجمدة، انا هسيبها بقى تسيح شوية. ماشي، دلوقتي سبتها بس دقيقتين كده لحد ما فكت القشطة عشان كانت في الفريزر اهي. شايفين بقت عاملة ازاي؟ هنجيب بقى الكنافة دي اهي، نسمي بقى بسم الله كده. نسمي بسم الله كده ونحطها ايه في النص. الطريقة دي بس، لازم برضو نسيبها 5 دقايق كده بس تتشمع ونحط الطبقة التانية. تمام، انا هسيبها بس 5 دقايق كده تتشمع وارجع لكم. تبقى مين قصدي اي الطريقة دي كده. نحط بقى بقية الكنافة اهي، نحطها كده بالمنظر ده. انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 اهو، الطريقة دي كده اهو. خلو شغل حتة باينة الطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده اهو.
ندخلها بقى الفرن تتحمر ونرجع لكم. طب المنظر اللي انتوا شايفينه ده كده خطتين كده لازم دول. دلوقتي بقى نعمل الشربات بتاع الكنافة. دول كوبايتين سكر، سكر بني، ادي كوباية مية، دول كوبايتين سكر. تمام، هنحط لهم كوبايتين ونص مية، ادي كوبايتين، ده سكر بني متقلقوش منه يعني، حلو جدا يعني في الحلويات بيبقى حلو اوي، جربوه هيعجبكم. انا السكر ده عندي اهو، ادي النص. تمام، ومالها عليها البوتاجاز اهي. الشربات بقى خلاص تمام زي ما انتم شايفين كده، هنحط له نص معلقه ملح ليمون اهو، نص معلقه، معلقه صغيره بتاعت الشاي، نقلبها كده. سيبه بس ياخد غلوه عشان ملح الليمون ده. نحط ايه، حبه فانيليا اهي سايله، شايفين شايفين الغليان، يغلي بس دقيقتين كده وهقفل عليه. الكنافه خلاص طلعتها من الفرن، والشربات معانا برد اهو، هنسقيها بقى ونسمي بسم الله كده اهو. كله معاكم على الطبيعه اهو، نغرقها كده بالعسل اهو، عشان نسيب حته. هسيبها بقى تتشرب العسل ده وارجع لكم، اقدمها في طبق التقديم وارجع لكم. اهي كله معاكم على الطبيعه اهو، العسل بارد والكنافه بارده. تمام، بس لازم نسيبها شويه كده عشان تتشرب. بصوا للشربات اهو، تشرب الشربات ده واقدمها بقى في طبق التقديم. وكده انا خلصت الكنافه، شايفينها بالمنظر الحلو التحفه ده، وقطعت حته ايه هوريها لكم، كنافه بالقشطه، نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا شايفين القشطه، شايفين شايفين المنظر تحفه جدا اهي. مطبخ الهنا معاكم، ما تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك في القناه ولايك وشير، وتشجعونا وتدعمونا عشان نستمر. اي بصوا المنظر يا جماعة، شايفين القشطة، شايفين، بصوا حاجة من الآخر اهي. دي لعشاء القشطة، عشان في ناس بتعشق القشطة وبتعشق الكنافة بالقشطة. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويقعد عليكم الأيام بخير يا رب.